2020 اخي علي اش نقول لك؟ بغيت انا نخدم. انت تخدم خيرتا. فهمتي بغينا نخدموا معاهم في هذه البلاد هذه فاش ما كان. انت غادي ندير لك ليكات وغتبدا تنقي معايا الكرموس. وعيينا اخويا من القعاد بغينا نخدموا شو يا نخدموا يا شي هربه من هذه البلاد هذه نخويو. لا الشيطان. على هي لا غادرتينا فين غنلقاو شي بوسكه بحالك. والاخر يطفي الضو بالرجوله. فهمتي تعلمنا الكازا وين راه ولد الصحراء ولد السمارة وهذه. الله ما بيناش عليك. وجينا عند كازا وضيفونا ورحبوا بنا وهذا ما كان بغينا اخويا عرش يخدم نفرحوا مالين الدار له فهمتي يبني المستقبل ديالو شي تزويجه وهذا وتعكل على الله واش يدير معنا حتى طبيع فيها عدوى العرب. خويا عنده واحد الامنيه ولكن قاصحه شويه. امنيه خذ راحتك. شنو نقول اخت صاحبي؟ شنو؟ اخت صاحبي باغي الزواج كاين هو عشيري خفت شويه يضربني. يا على هدرا او ماشي ديال الجواج فهمتي داكشي هذا وماشي ديال التناسيبه فاطشه يلا خارج من الحبس كنت صاحب مع ملي كيكون في الحبس حرام عليك. دعوا معايا دعوا معايا تكون اختو ديالي انت ما عرفت والله ما عرفت. كلشي تبدل في 2020 بحال قرايه بحال وظيفه بحال كلشي تبدل. تديتي فمك وقولي اش ديري؟ باغي نقرا باغي نخدم شحال من حاجه غادي نديرها في المستقبل باغي نتزوج في 2020. وراد لي رزقي جيبوا لي سيدي الله رزقي جيبوا لي الله واش خدام بغيتو يهز لي والديا شحال من حاجه. واو واو وما تزيديش فيه. كلشي يديروا لي اي حاجه يديرها لي اي حاجه يوفرها لي. لا ما كذبوا لي قالوا لا ما الزهو ولا زواج القهرة. نقولي اي حاجه بغيتي اخويا جي عندي لدارنا عشان اللي عارفه وبعد سنه سعيده. ويلي ويلي سيري بغيت لك ستر ومني 2020 والله ما عرف الله وحق الله. الدراري اللي جات خونا حامد يستاسيوني حدايا. الله يعاونكم الله يعاونكم هادشي اللي بغينا يعاونكم الله هادشي اللي بغينا الامنيه ديالنا. انا عارف الزهري وانا عارف واخا نقولها لكم ما غاتحققش واخا يدعوا معايا المغاربه كاملين. يحلم الله اش من هم كاتم في كاشوشك امسيكي. خويا نكذب عليك ما عنديش امنيات ما بغيتهمش. امنيه وحده تصاحبت معاها في السابع. ايوا باز الله ينعلي ما يحشم. الامنيه ديالي في 2020 ان شاء الله غتبدل الفكره ديال عباد الله وحيد ديك القضيه ديال هذيك سميتها اللي في اليوتيوب. لا الروتين اليومي خاص داكشي كلشي خاص يتبدل ان شاء الله. لا 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 تما لا الامنيه ديالي انا ان شاء الله شنو نقول لك الامنيه خاص الامنيات بزاف انا جينا نحضر امنيات بزاف شي خدمه تكون ريح فيها. وانتم ما تخدموش واش سمعتوا خبز ولا مالكم؟ حيت علاش الاغلبيه الخدمات راك عارف كتدخل كتخرج كتدخل كتخرج كتعيا خدمه دويره ديالي المدام شي طوموبيل صافي ونريح الله لا المدام كاينه خاصها الفلوس. ابا الامنيه ديالي في 2020 كنتمنى السعاده لكاع الناس. امنيتي في 2020 سي دوفري مون بروبر كابينيت داركتيكتور. لا ما كنحتفلش براس العام كنحتفل كل نهار. يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الامنيه ديالي ان شاء الله تكون في 2020 كاينين جوج ديال الحوايج. اولها هي الزواج ان شاء الله وثانيتها هي العمره ان شاء الله. هادي انا متفق معاك فيها. باغي نتزوج باش ندير انا وليدات كما كيديروا الناس وكما دار الناس قبل منا. لا مازال ما لقيتهاش مي غن مع ايام قليله ان شاء الله يكون خير. كون عندي شي بنيه باقا ما مجوجاش ولا تنجوجها لي ولا كان دوماج. 2020 الصحه والسلامه وحفظنا الله ملك سيد ما باغين والو. الرحمه ديال الله هادشي اللي باغين. أمنية هو حقق لي الله داكشي اللي راسم في البال ديالي. دير تكتك فيا وفيد نيتك وعاقي ليا. داكشي ديالي انا ما لبحت بيه راه غادي يمشي كلشي حيت العين لا تبعتك العين ما غدير تعالو. كنتمنى من الله ان بالوجود ديالكم يستجب للدعوه ديالي ويحققها في 2020 وانا متاكد ان 2020 حيت فيها جوج عشرينات غتكون زوينه على المواطنين المغاربه. وسنة سعيدة عليكم تتوما. الأمنية ديالي سنة 2020 شي حوايج ما حققتهمش في 2019 وما كرهتش يتحققوا في 2020 وهذاك الشيء خصو يبقى سكري باش إن شاء الله الله يسر فيه. ما كرهتش أنا باقي ما مزوجتش ولكن أنت هادي في الغايب ديالي إن شاء الله. كي ديري هاد المرة اللي بغيت تكون درويشة ومعقولة هذا هو ليسونسيال. شي حاجة أخرى المهم هذا هو ليسونسيال تكون معقولة من هذاك الأمان اللي كنتمناه. 2020 أنني قرايتي
نكملها ان شاء الله ونتوفق في مسيرتي الدراسيه. ماما التفاديه عدى القلب شويه الحمد لله. ماما الله يخليك.